منذ يوم الأعصار هذه المنازل فارغة، المنطقة خالية من السكان، المدينة قد أقول أنها أشبه بمدينة أشباح. مين يجيب لك أكل؟ ابني. ابنك يجيب لك أكل هنا بالسيارة؟ نعم. وين أهلك؟ وين أولادك؟ أهلي في المخ بعيد برا. أي منزل لك اللي تدمر؟ المنزل بتاعي تحتاج الأرض هذه حالة حية الآن وجدتها في هذه المنطقة التي أصلا لا يوجد فيها سكان وممنوع أن يكون بها سكان. تفضل عمي. نعم. تفضل وريني بيتك. أنت بخير؟ نعم الحمد لله. قاعد بالسيارة من يوم الإعصار؟ لا بعد الإعصار. بعد الإعصار بيوم؟ بعد الإعصار بيوم. قاعد بالسيارة عايش بالسيارة. سيارة. اسمك الكريم. أهلا كلهم بخير جماعة كلهم بخير.